أهلا سيدي صاحب السمو، كيف الصحة؟ عساك طيب. نعرفكم من مئات السنين منذ كونك رائد فضاء الأول. مئات السنين؟ نعم، لأننا نحبكم كثيرا. الله يحفظك. لنقدر محبتك مئات السنين. اللي فيهم الرقي وفيهم الأخلاق العالية. الله يبارك. وفيهم الثقافة والعمق. وتحياتي لجلالة السلطان، حقيقة هو رجل أعتز بعلاقتي وصداقتي معه عبر سنين طويلة. سنين؟ مثلك ممكن أقل. الله يبارك فيك. لكن حقيقة أمانة شكلات، وأنا كل ما رحت عمان أحس إنه يتجدد. بارك الله فيك. كل ما رحت عمان أحس إنه يتجدد بالنفس. وأجمل بلدان حقيقة. الله يبارك فيك. أيضا نحن سيدي نفاخر بما يحدث في المملكة الآن، وطبعا ما حدث سابقا. الآن المملكة تعيش نهضة، يعني نسميها جذرية متغيرة، ودرس حقيقة لبقية الدول في أن تحذو حذوها في كافة مجالات الحياة، في الاقتصاد، في الثقافة، في كل حاجة، حتى في الرياضة. نعم. تفضل سيدي صاحب السمو. إن شاء الله.